دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين وتشمل مختلف المجالات في كافة الأراضي الفلسطينية وخلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوزري حذر أبو الغيط من تداعيات الوضع في فلسطين على المشهد الإقليمي فانني ادعو مجلسكم الموقر إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين. هذه الخطة تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزه وتهدف الى التخفيف من شده الصعوبات المعيشيه التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي فقد ادت الحرب الى اضطراب طال الاقليم باكمله مع احتمالات بتصعيد اكبر للموقف وما تمخض عن هذا كله من تبعات سلبيه على الوضع الاقتصادي خاصه في ضوء التهديدات الامنيه المتزايده في البحر الاحمر والمخاوف من تعطل سلاسل الامداد فضلا عن تراجع السياحه والاضرار التي اصابت مناخ الاستثمار